تقرب قدر هذه يطلع عليها انا احب المملكة مكتوب نبتة تبذر ثم تخرج وهي مكتوب عليها انا احب المملكة. هذه من الامور الدقيقة العجيبة الحقيقة يشكر عليها الباحث المهندس مقرن العتيبي. وهذا دلالة على انه مرتبط ارتباط وثيق بدينه وعقيدته ووطنه وولاة امره، ويشكر على هذا المنتج وهذه الفكرة الرائعة الرائدة التي قد لا يصدقها كثير من الناس. فكيف تنمو هذه البذرة وتحيا وتخرج ثم تظهر عليه هذه الكتابة ولم تكتب فيما بعد إنما كتبت من قبل؟ سبحان الله، ويشكر على هذا العمل الرائع. لا هذا مهما حبان الله من علم لكن بدون الإلهام اللي استشهد.